تحدد الزوايا المتممة والمكملة في الصورة أدنى. حسناً، سأذكركم، الزوايا المتممة عبارة عن زاويتان مجموعهما 90 درجة، والزوايا المكملة مجموعها 180 درجة. لننظر إذن إلى هذا الرسم. دعونا ننظر أولاً إلى الزوايا المتممة، أي الزوايا التي مجموعها 90 درجة، ولهذا السبب تم رسم زاوية قائمة هنا، ونحن نعلم أن الزاوية FAH عبارة عن زاوية قائمة بسبب نصف المربع هذا، وهي مكونة من زاويتان متجاورتان، وهاتان الزاويتان المتجاورتان يكونان زاوية قياسها 90 درجة، أي مجموعهما يجب أن يساوي 90 درجة. إذن الزاويتان، الزاوية FAC، الزاوية FAC والزاوية CAH، دعوني أستخدم لون مختلف لكتابتها. إذن الزاوية CAH هما زاويتان متممتان لأن قياساتهما أو مجموعها 90 درجة، مجموعهما 90 درجة هنا، وأعتقد أن هذه هي كل الزوايا المتممة، هاتان الاثنتان مجموعهما يكون هذه الزاوية القائمة 90 درجة. الآن دعونا نفكر في الزوايا المكملة. إذن الزوايا المكملة مجموعها 180 درجة. إذن لدينا الزاوية FAC، أو يمكن أن نسميها CAF، إنها نفس الزاوية. إذن الزاوية CAF، ثم هذه الزاوية التي في الخارج، الزاوية FAB، إنهما متجاورتان، وبكل وضوح فهما يكونان زاوية مستقيمة، أي قياسها 180 درجة عندما نجمع قياساتها. إذن هما بكل وضوح مكملتان. إذن الزاوية CAF والزاوية FAB، FAB و CAF معا يكون مجموعهما مع بعضهما 180 درجة، إذن هما مكملتان. والأخرى يمكننا البدء بزاوية CAH، وهي الزاوية الموجودة هنا، هذا زائد HAB يتم جمعهما، إنهما متجاورتان ويكونان زاوية مستقيمة، إذن بكل وضوح مجموعهما 180 درجة، إذن هما أيضا مكملتان، الزاوية CAH والزاوية HAB. وانتهينا. هاتان الزاويتان مجموعهما 90 درجة، وهاتان مجموعهما 180 درجة، وهاتان أيضا مجموعهما 180 درجة.